مرحبا، أنا إيراي مراهان أوغلو، طالب في المرحلة الثانية في برنامج الترويج والتسويق الطبي في معهد هميدي المهني للخدمات الصحية. كما يوحي اسم قسمنا فهو يعمل على الترويج الطبي والتسويق. نقوم بتنشئة مندوبين لقطاع الدواء. نعمل من أجل أن يكون المجال الصحي بمستوى أعلى من خلال تنشئة مندوبين يأخذون التعليم بشكل جيد وأكثر فعالية. يوجد قسمنا في معهد هميدي المهني للخدمات الصحية. يعطي قسمنا دروس مثل علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية في المجال الصحي. أما في مجال التسويق يعطي دروسا مثل الاقتصاد والمحاسبة والموارد البشرية والمبيعات وما شابه ذلك. نقوم في برنامجنا بتدريب إجباري لمدة 20 يوما. نجد مكان التدريب بأنفسنا، وأماكن تدريبنا عادة ما تكون شركات الأدوية والأماكن التي تبيع الأجهزة الطبية الترويجية. يمكنكم إيجاد أماكن عمل في شركات الأدوية والشركات التي تبيع الأجهزة الطبية بعد التخرج من البرنامج. ضمان التوظيف لديكم مرتفع لأنه يوجد ما يقارب 500 شركة أدوية في تركيا فقط. اخترت هذا القسم لكون أن له علاقة بالمجال الطبي. اخترت هذا القسم لأنه بعد رؤيتي وبحثي عنه وجدت أنه يمكنني تنفيذ العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة. اخترت جامعة العلوم الصحية لكونها جامعة تتعلق بالصحة فقط، ولأنني رأيت أن الدروس التي نأخذها بشكل منهجي وشامل تأخذنا دائما خطوة إلى الأمام. أهدف بعد التخرج إلى أن أطور نفسي في المبيعات والتسويق في شركات الأدوية وأن أنشئ شبكة اتصال وإنشاء شركتي الخاصة. توجد العديد من النشاطات المنظمة من أجل طلاب جامعتنا. يمكنكم أنتم أيضا الاستفادة من هذه النشاطات لتنمية شخصيتكم. يجب أن يكون الطلاب الذين سيختارون هذا القسم ذوي مهارات قوية في الإقناع وأن يكون لديهم خبرة في التسويق. سيأخذهم ذلك دائما خطوة إلى الأمام. لهذا أوصيهم بتحسين هذا الجانب. أتمنى لكم جميعا التوفيق في حياتكم التعليمية. أنتظركم جميعا في جامعة العلوم الصحية.